اخواتي واخواني، السلام عليكم. مرحبا، كيفكم؟ بالصحة؟ ماشي الحال؟ نحن اليوم عندنا وصفة لكم بتقوم النظر عندكم لتقوية العينين والنظر. المكونات هي نحن البابايا، بابايا فرجيكم عليها. بدنا المكون الثاني هو البقدونس، المكون الثالث هو عصير البرتقال. هيدي البابايا شايفينها، افرجيكم عليها. نحن بدنا نحط بعد فيديو جديد بنحدثكم عن فوائد البابايا العجيبة. نحن اليوم بنقطعها هيك بنقشرها. نحن اليوم بدنا نحدثكم بس شوي عن فوائدها اسا لعلاج ضعف العين، ضعف النظر، لان هذه بتقوي النظر كتير وفيها كل الفيتامينات والمعادن، وخصوصا فيها كتير فيتامين A. بنقشرها، اجيب عليها قشرناها هيك، في منها هيدا بيجي كتير، بنقطعها هون بالنص. بذور هدول، البذور نحن هدول بناخذهم، هدول بنستعملهم كمان. رح نحط نحن فيديو عنا، حدثكم عنا بكل عن كل عن كل الفوائد، عن كل الفوائد. هسه نحن اليوم بدنا نحدثكم عنا انه هيدي فيها كثير فيتامين A، فيها البروتينات والمعادن. واذا هيدا بنخلطها نحن مع البقدونس، البقدونس فيه كمان كتير فيتامين A، فيتامين C، فيه مادة اللوتين، هيدي منيحة للنظر، وفيه كمان مادة سياكسانتين، وهيدي السياكسانتين كمان بتقوي النظر كتير. نحن عملناها هون للبابايا، حط هيدي البذور نحن رح نستعملها بالفيديو المقبل ان شاء الله. رح نحدثكم عنها شو بنعمل فيها. اسا البابايا نحنا رح نقطعها، نحضر بعد عنا هيدي القشرة الخضرة ونحطها بالخلاط على بركة الله. حطينا البابايا بهيدي هالمكونات، اسا نحط فوقها كوباية عصير البرتقال. اسا رح نقيم بقدونس ونقطعهم ونحطهم كمان فوقهم. وهيدي اذا بتشربوها هيدي المشروب 3 مرات باليوم مثل ما نحن عم نفرجيكم عليه، يعني رح يصير عندكم تقوية العينين، النظر عندكم رح يقوى كتير انه كل المواد موجودة هيدي فيها للعينين للنظر على بركة الله. نحن رح نخلطهم لهدول مع بعض. هسه المشروب صار خالص، هسه نحن نحطهم بالكوبية هون منه على حسب الرغبة. إذا بدكم فيكم تحطوا له عسل، نحن مش رح نحط له عسل. هسه نحن بس نشرب، ناخذ منه ملعقة من هيدي البذور. هيدي منا يوميا نص ملعقة، ما تاخذوا منا أكثر، لأنه إذا بتكتروا منا ما بتكون كتير 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 مفيدة. نص ملعقة يوميا ناكلها وبنشرب هيدا المشروب. مشروب رهيب هيدا المشروب، 3 مرات باليوم. اذا ما عندكم البابايا مش مشكلة، تعملوا عصير البقدونس مع عصير البرتقال وتحطوا له شوية عسل كمان. هيدا فيه كتير فيتامين A العينين، كمان بالبقدونس موجود هيدا مادة اللوتين والسياكسانتين. على كل حال بارك الله بكم، اعملوا هالمشروب هيدا. بتمنى لكم الصحة والعافية. بالفيديو القادم ان شاء الله
رح نحن نوضح لكم عن البابايا كيف فوائدها كمان لأمراض عديدة بجسم الإنسان. هيدا المشروب بحسن الرؤية عندكم، بيعطيكم سلامة البصر عندكم كمان. بارك الله بكم، اعملوا مثل هيدا المشروب. الله معكم ومع السلامة.